ميدانيا، شحنة من صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر لم تصل إلى وجهتها، بل باغتها انفجار ضخم خلال عملية النقل وتدمرت تماما. وزارة الدفاع الأوكرانية ودون تبني الحادث أعلنت أن الشحنة استهدفت أثناء نقلها عبر السكك الحديدية في منطقة جانكوي شمال شبه جزيرة القرم، التي تعد موطنا لأحد أهم المطارات العسكرية الروسية هناك وتلعب دورا مهما كخط إمداد. صواريخ كاليبر، أو ما تعرف بواحدة من أهم الأسلحة في القصف البري للبحرية الروسية، دخلت في الخدمة عام 1994. تم تصميم نموذجين من هذا الصاروخ الذي يحلق بسرعة تقل عن سرعة الصوت، أحدها مضاد للسفن والآخر مضاد للغواصات، مع القدرة طبعا على حمل رؤوس نووية. يبلغ طول الصاروخ نحو 6 أمتار، ومدى عمله يتراوح بين 2500 و4500 كيلومتر، قادر على التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، وقد يحمل متفجرات تزن نحو 450 كيلوغراما تقريبا. منظومة الملاحة الفضائية النشطة التي تعتمدها صواريخ كاليبر تساعدها على المناورة، فتلك الصواريخ لا تتحرك إلى الهدف في خط مستقيم كما نشاهد هنا، كما يمكن إطلاقها من أنابيب عمودية مثبتة ومثبتة على سفن صغيرة يصل طولها إلى 200 قدم مثل الطرادات، على عكس توماهوك الأمريكي الذي ينتمي لنفس العائلة من صواريخ كروز، ويتطلب إطلاقه سفنا يبلغ طولها 500 قدم على الأقل. في وقت مشاهدين تفاخرت وزارة الدفاع الروسية بأن صواريخ كاليبر لن تنفذ، تشكك إستونيا وأوكرانيا وغيرها من الدول في ذلك، مرجحة نفاذ الصواريخ الروسية خلال أشهر. تشكيك قد يبرره إعلان الرئيس الروسي قبل شهر تقريبا العمل بشكل سريع على زيادة إنتاج خط كامل من الأسلحة التقليدية.